هذا وتمثل زيارة جلالة الملك المعظم إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة أهمية كبرى في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. انطلقت أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي يعقد بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وملوك وقادة ورؤساء عدد من الدول العربية. هذا المنتدى يكتسب أهمية كبيرة لتنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية والإسراع في بناء المجتمعين الصيني والعربي وتحقيق المصالح المشتركة. تأتي الزيارة السامية الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية لتعزز ولتزيد في تعزيز هذه العلاقة الإيجابية، ومملكة البحرين بفضل التوجيهات الحكيمة ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، نهج يمشي في اتجاه التنمية المستدامة الشاملة، وطبعا بدعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر والحكومة الموقرة. حضور ومشاركة المشاركة الفاعلة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. قد كان الاجتماع إيجابيا وكان الافتتاح طيبا للغاية، وتبع الافتتاح طبعا اجتماعات بناءة ومثمرة تعود بالخير على الأمة العربية وكذلك على جمهورية الصين الشعبية. تطرق المنتدى إلى أهمية التعاون الصيني العربي المشترك وانعكاساته على العمل الدولي متعدد الأطراف وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وتم تبادل وجهات النظر في الجانب الصيني حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية. أعتقد أننا سوف نبذل جهود لفتح مجالات جديدة، على مثال مجال تكنولوجيا عالية المستوى ومثل اقتصاد رقمي وبيانات الكبرى. كل هذه دليل على تطورات جديدة في العالم بصورة عامة وفي دول الشرق الأوسط بصورة خاصة. بالنسبة للمنتدى التعاون الصيني العربي قد صار 20 سنة طبعا كما عرفنا، ولكن سيشهد تطورات جديدة في المرحلة القادمة على أساسيات قوية لإقامة هذه المنتديات. وبعدين صار عندنا بعض المنتديات الفرعية متعددة تحت إشراف هذا المنتدى العام، مثل في مجال التعليم وفي مجال التبادل البشري وفي مجال تبادل الأفكار أيضا ومجالات أخرى. فأعتقد المنتدى التعاون الصيني العربي سيشهد تطورات جديدة كما تكلم وتأكد رئيس شي جين بينغ مرة أخرى في افتتاحية هذا المنتدى المجتمع الوزاري أيضا مرة أخرى. فسنشهد مستقبل مشرقة في هذا المنتدى في المستقبل. سيستمر الجانب الصيني العمل مع نظيره العربي على تعزيز بناء المنتدى لخلق 20 سنة أخرى مليئة بالإنجازات يكون فيها التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية يمضي نحو الهدف السامي المتمثل في إقامة المجتمعين الصيني والعربي للمستقبل المشترك. يواصل المجتمعين الصيني والعربي بالتقدم بخطوات ثابتة نحو أهداف مشتركة، بحيث تشكل راية مجيدة تتبلور تحتها التوافقات الصينية العربية على الأصعدة السياسية والتنموية والأمنية والحضارية، وتقود العلاقات الصينية العربية لشق الطريق والمضي قدما بخطوات واسعة لتحقيق المصالح المشتركة. من العاصمة الصينية، محمد يوسف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.